الجامد ده. طبعا دلوقتي على الويب بنكمل معاكم الحلقة التانية من العالم بتاع سندريلا وعالم الممالك السبع. اوكي فدلوقتي المفروض نشوف مين هو الملك بتاع العالم ده. انت ابو الشباك يا حبيبي ومعلم كمان معلم بينا فرخة عشان بسجل سلاحين في ايدك. انا دلوقتي حركات اوريك مين هو المعلم. طيب اجي لك يا زعبولة. المفروض دلوقتي على الويب ان احنا بصف مع الملكة سامنزا. طبعا الملكة سامنزا دي على الويب انا عايز اوريها لكم اهي. دي مش سندريلا، سندريلا طبعا بتاعت العالم اللي فات، هي دي على الويب الملكة. فالملكة طالبة مننا ان احنا نقتل 3 تريمان. انا قتلت واحد في الحلقة اللي فاتت، دلوقتي المفروض ان احنا نقتل 2 كمان عشان نقدر نعمل المهمة بتاعت الملكة سامنزا ونشوف يا علوية دلوقتي الزعيم بتاع الوحش ده. بصوا في شلال فوق كمان وعنده حوت. اوكي قتلت كده علوية الوحش الثالث اللي هو اسمه تريمان. هنرجع طبعا للملكة سامنزا عشان نقول لها ان احنا عملنا المهمة. هاي ملكة، طبعا هنيجي هنا كده نسلم المهمة يبي ونشوف المهمة الثانية طالبة مننا ان احنا نقتل 15. هنقتلهم طبعا عشان نروح للمعلم او الملك اللي هو طبعا النصاب اللي قدر يسرق المملكة من الملكة سامنزا. كل طبعا علوية مملكة فيها ملكة اللي هنا طبعا سامنزا دي مسروق منها الحكم او مسروق منها اللي هو القلعة اللي هناك، دي قلعة الملك. فالمفروض دلوقتي ان احنا نقتل لها الزعيم عشان نرجع لها العالم بتاعها. علوية طبعا في منكم كتير في الكومنتات قال لي يا ابو علي الواد حركات شاحن البتاع اللي بروبوكس. انت ما بتش مش شايف حاجه يا حبيبي. تعالى واد الفرخه تعالى اقف هنا كده في مكانك. بص عليه ماسك في ايده الاثنين ماسك سلاحين. شوفوا بقى لو جينا هنا كده عند السلاح هنا كده واحد من واحد، لو جيت دوست هنا كده ان انا اطور ان انا امسك اثنين ب 600 روبوكس علوي. حركات الحرامي قائد جيش الحرميه شاحن 600 روبوكس في اللعبه عشان يمسك السلاحين اللي انتوا شايفينهم دول. انت ما بتش مش شايف حاجه مش تنسى. بس يا فرخه شاحن ب 600 هو الشاوى. انت مالك بقى عاوز ايه؟ عاوز ايه يا نصاب؟ انت عامل لي فيها محترف وانت شاحن ب 600 روبوكس يا فرخه قائد جيش الحرميه يا نو. انت ما بتش كام مش جيش حرميه؟ لازم مش اكون كام يا حبيبي. طبعا دلوقتي انا قاتل 14 واحد. انت واد فرخه اضرب معايا. كام مش ولا مش مدام مش مدام حركات بيضربوا ضربه واحده على النوب شاحن 600 روبوكس عشان يقدر يمسك سلاحين. هنيجي هنا بقى للملكه سامنزا دي اوكي ونسلمها المهمه بتاعتنا. يبي دلوقتي بتقول لي اقتل اللي اسمه توت ده، بتقول لي اقتل منه 5. يا ترى هو فين؟ ممكن يكون هنا. تعالى وادي حركات كده وريهولي. انت مش شايفك مش انت مش نو. انا النوب يا فرقه. لا مش ده علوي ده ما اسمهش توت. هنرجع تاني عند تري مان ده ونروح. ايه الشخصيه دي؟ هي ازيك عامل ايه؟ بص علوي طبعا ده بيكلمني بيقول لي تقدر تجيب قوه 25 مليار. اوكي هنشوف والله نحاول. ده طبعا برضه تري مان. تعالى حركات يا نوب. هو فين توت؟ ايوه هو ده. ليتس جو هنجي له كده. هي ازيك انت صح؟ اوكي خلينا نضربه. بص علوي هو سلحفنا. يا لهوي قوته 5 تريليون. واط انت ما بتش بتهمش تنام ولا ايه؟ انت فين؟ انا في العالم ده بس لسه عند الملكه. تعالى يا زعب الله ادخل اضرب حركات اضرب. تهمش تنام ولا ايه؟ اضربه بضربه واحده. احنا محتاجين دلوقتي علوية تطوير. انا معايا 71 مليون. نط كده في الميه بوم. هنحاول بقى علوية نشتري من هنا كده اي حاجه تساعدنا. هنيجي عند البتات هنشوف البتات دي. البت ب 6 مليون. اوكي هنحاول نجيب بت. بسم الله عايزين بت كويس. طلع لي ايه ده؟ مطلع لي اكتر واحد نوب. انتوا عيال جيش الحربيه مش شايف منكم الراجل اللي بيبيع البتات؟ اوكي بت كويس. ايه ده يا علوي مطلع لي فار؟ انا مش عايز فار. يلا كمان مره انا هخلص المليار بتاعتي كلها ومش هيطلع لي اي بت كويس. انت هو بقى مش هاجمك ولا ايه؟ مش هاجمك مش بت يا حبيبي. بس يا فرخه هو البتات انت اللي بتبيعها؟ انا عايز ابص علوي بت مسك من دو. يا لهوي نسبه الخروج بتاعته 005. بس الواد من الجيش الحرامي بيقول لي انا اقوى. اوه طلع لي بص حاجه نادره البت الاسود ده جامد. محتاجين بقى اقوى حاجه. ايه ده فار؟ طبعا خلصت الفلوس بتاعتي كلها بقى معايا 3 مليار. بس هنيجي بقى عند البتات نلبس البتات القويه اللي طلعت لنا من العالم ده. اهو يا علوي شايفين؟ وطبعا هنا في كمان ابجريد بس بيقول لي لازم تفنش الابجريد اللي موجود معاك في العالم اللي قبل ده. فانا اروح هناك كده نشوف الابجريد. رجعنا للعالم ده طبعا يا علوي ده اول عالم كان معانا مطورين فيه الابجريد كامل. فاحنا هندخل للعالم اللي بعده كان هنا كده هنيجي في الحته دي. يبي وصلنا لعالم سندريلا. فهنحاول نطور بقى الابجريد اللي في عالم سندريلا هنا نعمله ماكس. اوكي وده كمان ماكس وده كمان ماكس عشان خلاص كده نكون خلصنا كل حاجه عند سندريلا ونروح طبعا للعالم التالت. طبعا جالنا هدايا علوية معانا. لو جينا هنا كده في الشنطه شايفين معايا دلوقتي قوه 10 دقايق. ليتس جو خلينا نستخدمه. ومعايا كمان علوية اللي هو برضو ان انا ازود الدمج بتاعي 5 دقايق اهو تحت طبعا. فانا هستغل كده في ان انا اعمل المهام. اوكي تعالى يا نوب انت كده خلينا نضرب تريمان. ليتس جو بس وقت فنشوف ثانيه. انا في العالم التالت زعبول عند الملكه سامنسا. تعالى ادخل جوه عند الواد اللي اسمه تود ده. بص عليه لقيت ايه؟ الريد فلاور.
ممكن طبعا لما نقتل تود النوب ده ودمه كبير جدا. اوكي على بس مقرب افنشه. ليتس جو. اخيرا قوي جدا بصراحه النوب ده. يبي فنشته، ادالي 23 مليار. خلينا ندخل على اللي بعده. ما نشوف السلاح اللي جالي اللي هي دي علوي. بصوا 25000. ليتس جو. البس دي اللي هي الوايت فلاور. تعالى يا نو. يبي كده نضربه اسرع كده اكون عملت المهمه. ليتس جو. واد زعبوله انت فين؟ طب علي بقى اللوب في كريمان ده صعب جدا. وزعبوله دخل العالم. وادي حركات يا فرخه انت فين؟ انت ما بتتمشى. بتتمشى حركات؟ ما انت عشان شاحن بروبوكس من حقك يا فرخه. يا نو فين زعبوله؟ بعمل امرين اهو جاي. تعالى زعبوله كده في العالم. انا خلاص عملت المهمه بتاعه الملكه سامنسا. ليتس جو. سلمها كده المهمه. بتقول لي اقتل 20 واحد من تود. يا نهار زبادي صح. او زعبول النوب بيعمل ابجريد. انا ممكن اعمل ابجريد انا كمان. نزود الباور كمان، نزود السبيد سبيد ونعمل هنا كده برضو ابجريد. يبي بقى معايا 55 مليون. نعمل بيهم ايه؟ هنشتري بيهم بتات. محتاج بت طبعا يكون اقوى حاجه في العالم ده عشان يساعدني جدا. يا رب يطلع لي. مش ده طبعا ابو علي طلع لي الليجندري. انا طلع لي الايبك اخيرا اللي مع حركات الفرخه. راح بيك ايه يا مداوي؟ انت ما معي ايه مش يا مداوي؟ مش مفهوم. مش بتاعك يا حبيبي. بس يا فرخة انت مالك؟ انت اطلع لي ولا ما اطلعليش؟ هو انت اللي بتبيعه. طيب الفلوس بتاعتي كلها خلصت. قالوا شايفين متبقى معايا مليار بس. هنيجي بقى عند البتات. البس ابو علي البت الجامد. حركات معايا اتنين من الاحمر ده. انا معايا واحد بس مش مشكله، هنجيب برضو التاني. نعمل دلوقتي علويه بقى الريفرس عشان نزيد اسرع. يا ابو علي يا جامد. ليتس جو. خلينا ندخل دلوقتي عشان نقتل 20 واحد من تود. ابو علي عايز حد بس يحتاج مساعده. زعبول النوب اهو. ماشي يا زعبول. انت بتضرب في مين؟ ابو علي بص ده كبير جدا. ايه الطبطبايه اللي انت ماسكها دي؟ يعني انت ماسك حاجه عادي لما انت ماسك زرع. انت واد الزرع. بص اقوى من الطبطبايه. طب علي هما في الاخر بص الاثنين مزروعين. اه صح والله. تعالى كده زعبوله. طيب انا هدخل بقى جوه عند تود ده. لسه بص ما وصلتش لتود ده. اوكي واد فرخه انت هو مش هيكسر يا ابويا مش حبيبي مش متضايق. ماشي يا نو. المفروض نضرب بقى ده 20 مره. طب علي انا بص هسرع منك الوحوش. انت ايه ده؟ بص معاك اثنين احمر. اه ابو علي طلع لي اثنين وانت واحد. يا زعبوله يا نوب انت بص بيضايقني. انت هو ما عملش معايا مش يا حبيبي. حركات الفرخه اهو يا علويه مع الواد اللي ما بيجيش الحرميه. وزعبوله كمان معاه اتنين. طب علي بس لعب حركات بالصاق شاحن بص ب 600 روبوكس. ايوه فعلا هو شاحن البتاع اللي ب 600 روبوكس دي. انت هو مش شاحن مش بتاعك كمان. شاحن بتاعك كمان الفرخه مش عارف ايه. طب علي تلاقي تاني بالتاني في البدايه من بدري ومعاه البتاع. انت هو مش هيكش دعوه. حركات يا نصاب. انا قاتل دلوقتي 12 محتاجين يا علويه نقتل 20. طبعا معايا دلوقتي 189 مليار. هوريكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي ونقدر نعمل كمان على الوير ريفرس عشان نزيد اسرع ونبقى زي حركات الفرخه ومن غير ما ندفع اي روكس على الوير. طب انا عملت المهمه. وانا كمان عملتها. جاي لك يا زعبوله. خلينا نرجع كده مع الواد زعبوله. هنروح طبعا عند الملكه سامنسا. بقى معايا على الوير 356 مليار. طب علي انا معايا 200. هنيجي هنا طبعا عشان نسلم المهمه دي وهي هتدينا فلوس اصلا على الوير. شايفين بقى معايا 436. هنعمل بيهم ايه بقى؟ الابجريد طبعا. هنطور القوه ب 100 مليون. اوه يا نهار زباني ب 5 مليار يعني بعد كده. ونطور السبيد ونطور كمان ده. بصوا متبقي معايا 136 مليون. معناها ان احنا نيجي للبتات عشان نحاول نجيب اي بت على طول. طلع لي البت ده. انا محتاج البت القوي الاحمر اللي معايا. طلع لي فار. هتقول لي يا ابو علي انت ليه بتخلص الفلوس بتاعتك؟ عشان اصلا كده كده انا هعمل ريفرس على الوايه. الفلوس كده كده هما اللعبه هتاخدها. فانا قبل ما اللعبه تاخدها بحاول ان افتح اي بتات يطلعوا لي بيها مثلا البت الاحمر القوي. انت مش يا مش بيطلع لك. يا حركات يا نصاب انت مالك؟ انتوا متخيلين فلوسي خلصت من 136 مليار ما طلعليش اي بت من الاحمر. كله عمال يطلع لي في فيران وحاجات من دي. يا نهار زبادي. هنروح طبعا عشان نقتل بقى علوي الوحش الجديد اللي موجود اللي هو الملكه سامنسا طالباه مننا. طبعا بتطلب مننا وحش ضعيف بعد كده الاقوى بعد كده الاقوى لحد ما نوصل للزعيم اللي واخد منها السيطره بتاعه المملكه. بس هو ده زعبول. اصح انا ممكن اعمل اللي هو طبعا الريفرس. ليتس جو عشان ناخد قوه. يا سلام نضرب كده تاني ابو علي. اوه قتلناه. جالي طبعا علوي سلاح جديد. اوكي هو ده بيزود 42000. ليتس جو. البسه كده ابو علي. يبي وادي زعبوله جبت سلاح جديد. طب علي كمان كمان معايا سلاح جديد. المفروض دلوقتي علويا ان احنا نقتل من هنا 10 من اللي هم اسمهم فورست الف دول اللي هم طبعا الف الغابه. هنروح بقى للي فوق اللي هو الزعيم. ما نشوف الزعيم هيكون شكله ايه. اوكي دلوقتي علويا قتلنا 8. انتوا شايفين الفلوس اللي معايا كام دلوقتي؟ انا معايا تريليون يا علويا. بصوا بالتي. تي يعني تريليون. البي يعني بليون اللي هو مليار. اوكي دلوقتي بقى معايا تريليون اللي هو اصلا 999 مليار. يا نهار زبادي مبلغ كبير جدا. بس طبعا عشان اوه جالي سلاح جديد تقريبا.
انا جالي حاجه كده جامده هديه. ثانيه بس يا زعبول، بص الواد بيجيش حرب ماشي بطيء ازاي. تخيلوا ان الواد ده بيلعب على الموبايل وجي معانا هنا. بصراحه برافو جدا، بيلعب على التليفون وجي معانا هنا على الويب. في عيال طبعا بتلعب على الكمبيوتر ولسه ما جاتش، المفروض ان هم كانوا يجوا معانا في العالم الجديد. طبعا الدنيا دلوقتي بالليل، انا عايز اروح عند الزعيم كده اشوف الزعيم شكله ايه. هوريه لكم دلوقتي على الويب. انا خلاص عملت المهمه، هقتل ده بس عشان اخد الفلوس. خلاص كده موتناه، يلا بينا بقى نروح على الويب نشوف الزعيم كده بتاع العالم. اوه مش عايزين نقع في المايه، لو انا في المايه بنموت. اوكي بصوا يا علوية، العالم الجديد ب 180 تريليون، انا معايا واحد بس، يعني لسه ناقص لي 170 تريليون. يا لهوي كتير جدا. اوه بصوا يا علوية، الجيش الحربية كله هنا. انت ما بتعملش معايا يا حبيبي، بس فرخة لكش دعوة. ابو علي بص الزعيم، ابو علي الزعيم ده ضاع. ايه ده انا مش شايف حاجة، فين الزعيم؟ استنى عايز اشوفه كده. يا فرخة حركة يا واد، سيبوا لي الزعيم يا واد، عايز اشوفه. ابو علي استنى بس اوريهولك. اهو يا علوية الزعيم هينزل دلوقتي هنا، محدش يبدأ فيه ماشي. طيب طيب ما ينزل بس الاول. انت ما بتسلم تكون كوي يا حبيبي. اهو الزعيم يا علوية شايفينه، اضرب كده فيها يا ابو علي. يا لهوي ما بقصرش فيه. اهو قصرت قصرت. طيب انا هروح بص بقى يا علوية هناك في البداية عشان اطور نفسي. انا معايا دلوقتي تريليون. اول ما نعمل المهام لازم طبعا نروح للملكة سامنسا او الملكة سندريلا او اي ملكة في على حسب العالم اللي احنا فيه عشان نسلمها المهمة. الصبح طلع اهو خلاص، يلا بينا عملنا المهمة ملكة سامنسا، ادينا فلوس. بصوا بقى معانا 2 تريليون، اديتنا فلوس كتير. هنيجي بقى عند الابجريد كده على الويه. اوه ب 5 تريليون، يا لهوي على الويه كتير جدا. طيب الريفرس بكام؟ ب 5 تريليون برضو، لازم يكون معانا 5 تريليون قوة. احنا محتاجين دلوقتي على الويه نروح نتدرب ونعمل المهمة بتاعت الملكة سامنسا. بتقول لي ايه بقى يا علوية؟ بتقول لي فايند ويتس وند، اللي هي طبعا يا علوية سلاح. بتقول لي يعني اقتل في الوحوش لحد ما تلاقي السلاح ده. طيب هنحاول نقتل في الوحوش ونجيب السلاح ده. طبعا بقى بيتضرب بضربة علوية اللي هو توت ده، بصوا كنت بقعد فيه كتير في البداية، ضربة واحدة دلوقتي بيموت. هنروح للزعيم نحاول نجيب السلاح. في فلوس اهي على الارض، خلينا نسرقها. بوم سرقت فلوس واقعه على الارض. انت ما بقاش تحامي، بس هو ده فرخه بلا حرامي. عايز اضرب معاكم كده، ممكن الاقي السلاح. بنحاول نضرب كلنا على الويه في الزعيم عشان ناخد طبعا فلوس عشان نقدر نجمع الفلوس بتاعه العالم اللي بعده، لان العالم اللي بعده ب 180 تريليون. فبص انا بضرب في الزعيم، زعبول لك كمان بيضرب في الزعيم، وجيش الحرامية بيضرب في الزعيم، كله على الويه بيضرب. انت ما بقاش مجمع فلوس يا حبيبي. ليتس جو دلوقتي على الويه. بصوا بقى معايا 8 تريليون. اوكي طبعا المهام دي علوية لازم نعمل المهام كلها عشان ناخد شخصية الملكة سامانسا والملكة سندريلا. برضو لو عملنا المهام بناخد طبعا الشخصية بتاعتهم. انت ما عملتش جمعت فلوس يا حبيبي، انا مش هعمل جنيه يا حبيبي شيام. حركات يا فرخه، بص يروح العالم الجديد. ايه ده يا ابو علي، جمع 180 تريليون الواد ده غالي. اوكي ما هو شحن بروبوكس من حقه، لازم يدخل النوب. تعالى وانا زعبول اضرب معايا، يلا موت بسرعه موت. ايه ده يا علوية، ده مهم كبير جدا الوحوش. انا بقى معايا 12 مليار، 12 مليار ايه 12 تريليون. هرجع دلوقتي علوية طبعا عشان هروح اعمل حاجه. انا دلوقتي جالي ان انا اقدر اعمل ريفرس، هطور الابجريد بتاعي، هخسر كل حاجه صحيح بس هزيد قوه احسن، وفي نفس الوقت هاثر في الوحش اللي هو هناك الزعيم ده واخد فلوس مع العيال اكتر. طب علي يا مقرب اجيب برضه فلوس افتح العالم الجديد. ماشي يا زعبول اجي هنا بس اعمل ابجريد الاول. يبي يلا ابو علي ابجريد للباور. بص طبعا الابجريد اللي بعده 40 تريليون، يا نهار زبادي قوي جدا. وعايزين نعمل برضه السبيد، السبيد بخمسه. ايوه نعملها. خلاص بقى معايا 2 تريليون علوية. ماشي نيجي هنا بقى، لازم اجيب البت اعلى حاجه، لازم، لان انا معايا طبعا 2 تريليون دلوقتي. ابو علي وانا كمان بص افتح بتات. واد زعبول انت معاك بتات كلها قويه. ابو علي وانا كده كده بقى اعمل بص البيرس. اللي هو انتوا متخيلين المبلغ اللي معايا كام؟ 2 تريليون وحاجه عشان اجيب احسن بتات، وفي الاخر هيخلصوا ال 2 تريليون ومش هيدوا لي البتات برضه. ابو علي حظك وحش جدا بصراحه. اوه ماي جاد، انا تعبت من الفتح بقى معايا خلاص يا علوية. بص طبعا طلع لي بتات كتير، والله بص هضيع ال 2 تريليون دي ومش فاتح بتات. يلا ابو علي عملت ريفرس، فلوسي بقت صفر. مليت بصراحه من فتح البتات، مش عايز يطلع لي بت اللي هو الاحمر ده الاقوى حاجه. خلاص خلينا بقى نروح نكمل تاني. اوكي انا جبت نوبات، يلا يا واد زعبول اضرب معاك. ابو علي انت نوب ما تضربش في اللعبه اضرب فيه. بس يا واد لازم اجمع فلوس يا علوية. خد دلوقتي بص بتاعتنا 200 مليار في ثانيه. ابو علي انا عملت بص المهمه. ايه ده عملت المهمه بتاعت الملكه سامنسا؟ ايوه ابو علي عملتها. اوه البس الشخصيه كده وتعالى يا زعبولة. طيب تعالى جاي دلوقتي. اوكي يلا بسرعه اضرب. ايه الوحش ده دمه كبير جدا. ابو علي بص انا جيت. بص زعبولة عمل المهمه طبعا بتاع الشخصيه بتاعت الملكه سامنسا، هي دي طبعا يا علوية. تعالى يا زعبولة اضرب. طيب المفروض ان احنا نلاقي السلاح ده اللي هو ده يا علوية اسمه. اول ما نلاقيه هنعمل كده المهمه خلاص، هو بيقع من الزعيم. ابو علي بص هو اللي بالزعيم اللي ضربته. اوكي عملت المهمه. بص يا علوية رحت قتلت الوحوش الثانيه
اللي هي قبل الزعيم. بصوا تلاقي الحاجات، شايفين السلاح اللي هو كانت الملكه سامنسا طالبه. ليتس جو، دلوقتي اقدر اجيب شخصيه الملكه سامنسا. ابو علي انا جايبه من بدري. اوكي وادي الفرخه جبتها. انت مش كام ده قوي. اوكي فرخه تاني بحركات طبعا. بصوا ما بيعملش بان، على طول شحن بالروكس بتاعه وخلاص. انت مش معايا شخصيه يا حبيبي عملتها. اوكي يا فرخه دلوقتي عليا. بص انا هاجي كده عند السلاح عشان طلع لي سلاح جديد بيزود 76000 هنلبسه. القديم طبعا كان بيزود 50. هروح اسلم المهمه طبعا للملكه سامنسا علوي دلوقتي عشان هتدينا فلوس كتير. اي ملكه انا خلاص قدرت اعمل المهمه، ودلوقتي بقى بسرعه اديني كمان الشخصيه بتاعتي. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. بص علوي دلوقتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي اقتل الزعيم. ليتس جو اروح افنشه في ثانيه. انت وانا انت هو انا معايا مهم ان انا اقتل الزعيم. ما تقربوش من الزعيم اللي هينزل، فاهمين؟ انت مش هموتولك ولا مش في ثانيه. حركات الفرخة ده عايز اقتل الزعيم. ايوه كده ممكن اقتلها علوي، عشان بص انا معايا الواد ده اللي من جيش الحراميه، لكن حركات بيضرب ضربه للزعيم بيفنشه في ثانيه. احنا محتاجين طبعا ان احنا نعمله عشان اخد الشخصيه بتاعت الملكه. ليتس جو هيموت. ايوه عملنا تقريبا. طبعا عملنا المهمه دلوقتي، هنرجع بقى للملكه سامنسا. ليتس جو عشان نديها المهمه ونجيب الشخصيه كمان. يبي بسرعه يا ملكه اديني الشخصيه بتاعتك. ايوه عشان فنشت كل الزعماء واديتك الصلاحيه ان انت دلوقتي تكوني بتقول لي اقتله 5 مرات. ايه النصب ده بقى؟ طيب هنيجي كده عند الابجريد عشان علوي دلوقتي نعمل ب 40. يا لهوي انا 34. انا جيت لك اهو وعملت المهام وقتلت 5. يلا بسرعه بقى لما نشوف هتديني كام يا علوي. اديتني الملكه. ليتس جو بقى معايا 98 تريليون. يبي فنشت المهمه، دلوقتي اقدر اجيب الشخصيه بتاعتها. بص يا علوي لو جينا عند الشنطه وجينا هنا عند الشخصيه، بوم يا علوي وصل لي الشخصيه بتاعتها جت. البس كده ابو علي. ليتس جو انا دلوقتي الملكه سامنسا وانا زعبولة جاي لك للعالم الثاني. اوكي يا علوي جبت ال 180 تريليون. ليتس جو خلينا نروح على العالم اللي بعده. دخلنا العالم اللي بعده هو ده علوي زي ما انتم شايفين هنا طبعا الابجريد. يلا وروني كده. بيقول لي لازم تفنش الابجريد هناك. اوكي اول حاجه طبعا هنشوف الملكه اللي هنا اسمها بيلا، الملكه بيلا. اوكي ازيك يا ملكه، هنعمل لها المهام ونساعدها ونقتل لها كل الزعماء اللي واخده منها المملكه بتاعتها. طبعا هنقتل اول وحش، بتقول لي اقتل الولف. الولف ده يا لهوي بص الولف كبير ازاي، بس برضه اقدر اقتله. اوكي بتقول لي اقتل 5 من الولف. ابو علي عملت المهمه بتاعت الخمسه دي، في المهمه اللي بعدها. الواد حركات بصوا تحت اهو، جيشه برضه هنا موجودين. بص على الواد واد زعبولة انت فين؟ ابو علي بص في المكان اللي قدامك. اوكي الواد زعبولة اللي قدام ده. طب تعالى زعبولة يا لكن ساعدني. لا مع نفسك مش فضيله. انت بقى مش بجيب بنتات يا حبيبي. حركات الفرخه تحت عمال يجيب في بنتات. اوه جالي سلاح. ليتس جو ثانيه كده لو نشوف السلاح اللي جالي بيزودني كام. هو ده اعتقد اوه 2 مليون ده كام؟ ارمي ده في الزباله، خلينا ناخد ال 2 مليون دي. بوم السلاح. بص على الواد جامد، اضرب كده في الويل. اوه جالي سلاح تاني، كل ما بقى تبص بيجي لي سلاح. بص جالي الورده الصفراء الاول، بعد كده الورده البامبا. اوه الورده البامبا بتزود كام؟ 720. الورده دي بتزود 2 مليون، صدقني اللي معايا احسن. مش هلبسها طبعا، محتاجين نقتل 5 ويل. اخر ويل في علوية. ليتس جو فنشناه. جالي سلاح ابيض جديد. اوكي ورده بيضاء، اما نشوف الورده البيضاء فين هي يا علوي. ايوه دي بتزود 360. انا معايا الورده الصفراء، كويس اني طلعت ب 2 مليون على احسن حاجه. ممكن اشيل الشخصيه بقى بتاعت الملكه سامنسا دي. ايوه هنعمل لها كده ونلبس شخصيتنا العاديه. رجعنا طبعا هنا للبدايه، هنسلم المهمه للملكه الجديده بيلا. هتدينا مهمه جديده ان احنا بتقول لي اقتل 20 ويلف. ممكن دلوقتي على عشان اعمل ابجريد طبعا محتاجين نرجع للعالم اللي فات. بص رجعت فين؟ رجعت في البدايه خالص. فاكرين العالم ده اللي احنا لعبناه امبارح اصلا؟ اوكي هروح طبعا للعالم اللي بعده اهو، العالم بتاع الملكه سامنسا اللي احنا كنا فيه. هنعمل بقى هنا الابجريد يا حبيبي. بصوا ده اللي هو ب 40 تريليون. اوكي وده كمان بتريليونات، خلاص بقى معانا فلوس كتير، كل حاجه دلوقتي معايا ماكس. هنروح بقى للعالم اللي بعده، وجينا عند العالم بتاعنا عشان نشوف بقى الابجريد. ايوه نعمل كده بقى الابجريد. بصوا متبقي معايا ايه علوية؟ 21 ومكتوب كيو ايه، يعني اصلا انا مش عارف ايه المبلغ ده بصراحه. ممكن نفتح هنا بيت، يا رب يطلع لي بيت كويس، محتاجين بيت قوي. ايه البيت النوب ده؟ خلينا نجيب واحد كمان. ايه ده معيش فلوس. وات محتاجين فلوس يا علوية. طيب ماشي هنيجي عند البتات. البس كده ابو علي. بوم البت اللي معايا ده اقوى بت فيهم، مع انه ده اضعف بت في العالم. اوكي دلوقتي قتلت 4 ويلف على الوش. شايفين العالم اللي احنا كنا فيه؟ هو ده الزعيم اللي كان هناك ده اللي احنا كنا بنضربه. بصوا بقى احنا في العالم ده دلوقتي والمملكه هناك اهي.
طبعا ليها زعيم هنحاول نموته عشان نرجع الحكم طبعا او المملكه للملكه بيلا، وهي طبعا بتساعدنا وبتدينا فلوس عشان نقدر نقسم الزعيم اللي هو محتل المكان منها. يلا بسرعه خلينا نقتل الولفات. بص الواد ما تجيش فرقه يقول لي ابو علي الاميره، اميره مين يا واد يا نوبتا؟ انا دلوقتي في شخصيه ابو علي يا حبيبي. اوكي دلوقتي فنشنا الولفات، هنيجي كده للملكه بيلا، قتلنا 15 ولف. يلا بسرعه عملنا المهمه. بتقول لي دلوقتي اقتل بقى ايه على الويل؟ بير ماج فيلجر. اوكي هنروح نشوفه، هو هنا كده على الويل. طبعا ده الويلف اللي في البدايه، ندخل هنا كده. بصوا جيش الحراميه هنا، هو ده على الويل. بصوا انا هحاول اجيب واحد لوحده عشان يا نار زبادي عليه. بصوا بضربه بالعافيه. اعتقد ان انا ممكن اعمل ريفرس عشان نزيد اسرع. ابو علي اضربه لك ابو علي. انت اول ما تسرقوش مني يا زعبول يا نوب. اوكي اعتقد ان انا اعمل ريفرس عليه عشان محتاجين بصراحه قوه اكتر. يبي ضربناه، ليتس جو. انا ممكن اجي هنا بقى. ثانيه قبل ما نعمل الريفرس احنا معانا فلوس، هروح ارجع الاول عشان اشتري بيت. جينا هنا كده عند البتات. يلا ادي لي بيت بسرعه، عايز بيت قوي بليز. طلع لي حاجه اقوى حاجه في العالم لو سمحت. ايه النوب ده؟ اضعف حاجه. بس يا زعبول ايه ده؟ مفيش غير اللبني. انت ما مش عايزك بتشرب ولا ايه؟ اوكي ماشي، هنيجي بقى نعمل كده على الويب. بوم ريفرس. طبعا الكوب بتاعتنا اول فلوس نزلت زيرو تاني. اوكي بص الويلف دلوقتي بضربه في ثانيه. المفروض اروح كده عند البتات يعني زي اي حد. بصوا زعبول طلع له بتات حلوه وحركات كمان. اوكي طلع لي ماشي بت برضه وحش اللي هو ده، عايزين بت قوي. طلع لي برضه الدب ده تاني. واو طلع لي كمان مره، هو معلق ولا ايه؟ انا مش فاهم هو ايه اللي حصل الدب ده. الفلوس بتاعتي كلها خلصت. وبص طلع لي قال كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 احمر. يبي كده قتلنا 20 علوي. دلوقتي بقى نروح نسلم المهمه للملكه. ليتس جو الملكه بيلا. طبعا نقدر نجيب الشخصيه بتاعتها، نقتل الولف ده كمان عشان ناخد فلوس. اول ما نعمل المهمات بتاعتها هناخد كمان شخصيتها. امسك المهام بتاعتك كده. عملنا المهمه، بتقول دلوقتي اقتل اللي هو بصوا البيج جاي. البيج جاي ده طبعا موجود هناك كده قدام. بصوا ده الولف النوب او الواحد، بعد كده على الويل الراجل الشرير النوب ده. ابو علي انا بقتل البيج جاي ده، تعالى ساعدني فيه. اوكي اللي زعبوله بيقتله، هسرقه من زعبوله. ابو علي حرامي، استنى انا اللي اخده اصلا. ساعدتني على الفاضي يا زعبوله يا نوب. انت واد يا لهوي دمه كبير قوي، واد حركات فرخه. انت هو مش فاهم ولا مش فاهم مش ازاي حركات النوب عشان شحن البتاع. بص عمال يقتل. بص في الزعيم ماشي يا فرخه. خليني جينا كده بقى عشان نقتل ده كمان. زعبوله محتاج اقتل ثلاثة. يا رب يطلع لي من عجله الحظ حاجه حلوه. اوكي لا ما كنتش عايز الحظ ده، انا كنت عايز اللي هو ده علويه. اوه طلع لي ايه؟ ماشي خلينا ناخد اللي هو البتاع ده الحظ. خلينا نعمل كمان واحده. طلع لي اللك، وانا اصلا حظي نوب خالص. كان هيجيب لي اوبي بيت، انا كنت محتاج البيت اللي هو القوي ده. ابو علي وانا والله كنت هجيبه. انت ما بتشاع مش هاد ازاي بتشاع؟ بس يا فرخه. اوه جالي فلوس، ليتس جو. انا معايا فلوس كتير جدا، لو جيت كده عشان نفتح بتات يا رب يطلع لي حاجه حلوه. بس كده يكون معايا الثلاث بتات اللي هم اللون الاحمر دول. ممكن نيجي هنا كده عند الابجريد نشوف نقدر نعمل ابجريد. ابو علي يلا بينا نعمل المهمات. طيب طب يا زعبول انا عملت كده الابجريد. ثانيه انا معايا ريفرس، خلينا نعمل ريفرس كده عشان نزيد اسرع. ليتس جو يلا زعبوله. تعالى كده زعبوله نحاول نقتل. بص على دمه دمه. بص ولا كاننا بنضرب فيه، وده مش الزعيم. الزعيم بص اللي بعد اللي هو عند المملكه دي. ليتس جو لازم نطلع له طبعا. يا نهار زبالي دمه كبير قوي. طبعا اللعبه على بتاخد وقت بصراحه عشان نقدر نوصل بس للمملكه. انت متخيلين عم ناخد وقت رهيب. على فكره في حاجه بصوا عايز اوريها لكم، انا لو وقفت كده ودوست على بصوا حرف الام بركب يا علويه. بصوا بتاع خاص بتاعي ده اللي هو بكسبه من العوالم، شايفينه بقدر امشي من عليه كده. ليتس جو شايفين علويه؟ يبي شكله اسطوري. انت ما انت مش لايق عليه يا حبيبي. طب طب الفرخه ماشي حركاته ولا ايه اللي؟ طب علويه عشان حركات شغال بتاع 600 روبوكس الدوق. بص علويه معاه ايه؟ ايه ده انت راكب ايه يا واد يا فرخه؟ انت ما مش ليه بتاعت الناس المحترفه؟ بتاعت الناس المحترفه. بص راكب ايه علويه؟ شكله اسطوري الواد. بصوا شحن اللي هو السيفين دول ب 600 روبوكس النوب. والله انت نوبه حركات. انت بس نوبه يا حبيبي. دمه كبير جدا يا علوي شايفينه. وكمان العالم بص العالم اللي هناك ده شكله اسطوري. يا نار زبادي يلا موت بقى، مش عايز يموت ليه؟ انت ما مش هموتوك مش في ثواني. حركات يا فرخه بس اتحسبت لي المهمه. اوكي ليتس جو. بص على الويل العالم اللي بعده، هو العالم اللي هناك ده. يلا بينا عشان نموت التالت. ليتس جو قدرت اعمل المهمه دلوقتي وقتلت ثلاثه من الوحوش النوبه دي. فهنرجع للملكه بيلا. يا ملكه بيلا بليز ما تخليناش نقتله تاني عشان صعب جدا. ايه الحصان اللي شكله اسطوري ده على الويل شايفين؟ خلينا نروح لها بسرعه. اوكي وانا اصلا بص هاخد دلوقتي مهمه الوحش الاخير. بتقول لي دلوقتي الملكه بيلا علويه اخر مهمه اللي هو لازم تلاقي فايند بلاك فلاور. البلاك فلاور ده سلاح، فاحنا عشان نجيب السلاح الاخير ده لازم نروح للمملكه اللي فوق دي اللي هو عند الزعيم. ابو علي يلا بينا نروح عنده. طب طب زعبوله جاي لك اهو. زعبوله برده رايح عشان بيعمل معايا نفس المهمه.
انت وابو تموت مش زي ولا مش مخيكم مش تموتوا. يا حركات يا فرقه. بص العالم اللي بعده على الويب كام ب 62 كيو اي. انا بص معايا كام؟ واحد بس كيو اي. ابو علي ده غالي جدا. اهو طبعا الزعيم هو ده اللي شايفينه، هو الولف الغريب ده، فاحنا نحاول نضربه كده. يظهر زبادي ده، احنا بصوا بنزغزغه ولا كاننا بنعمل حاجه. لقيتها الوي، ليتس جو. لقيت اللي هي البلاك فلاور دي، اوكي. وانا بقت الوحش والله، ومش الوحش الزعيم كمان، الوحش اللي هو الابيض العادي ده لقيتها منه، وكمان الزعيم اللي فوق المفروض ان هو بيوقعها بس لقيتها من اللي تحت. ابو علي انت محظوظ، عمال في الوحوش كلها مش بتاعت البلاك فلاور دي. بس جوه راح اسلم الويفه دلوقتي للملكه بيلا. البلاك فلاور دي علويه طبعا، هو سلاح. بصوا بيزود كام؟ بيزود 3 مليون 600، بس انا اصلا معايا ايس كريمه بتزود 6 مليون ونص، فعشان كده معايا الايس كريمه. راح اسلم بقى الويفه دلوقتي للملكه بيلا وهناخد الشخصيه بتاعتها. بوم دلوقتي علويه، بصوا هناخد شخصيتها دلوقتي. الملكه بتقول ايه؟ اقتل الوحش الزعيم اللي هو الوير وولف ده علويه، اللي هو اصلا موجود عند القصر فوق. اوكي على زي ما انتم شايفين بقرب اقتل الوحش الزعيم اللي عند المملكه بتاعه الملكه بيلا. طبعا بص دمه كبير ازاي، ده زبادي بضرب فيه بقالي 4 ساعات. خلاص هيموت. 6 5 4 اوه ماي جاد، وقت كتير جدا. بص المهم هتتعمل، عشان دلوقتي على الويل قتلته بنفسي. ليتس جو، اخيرا راح اسلم المهمه. قتلته يا زعبوله. ملكة بيلا قتلت لك الزعيم النوب، دلوقتي المملكة بتاعتك تقدري تاخديها على طول. اوكي الشخصية بتاعت الملكة بيلا مش هتجيلي الا لما افتح العالم اللي فوق اللي هو عند المملكة. ليتس جو دلوقتي علي. بصوا جبت 63 كيو اي. ليتس جو، خلينا نشتري العالم. بوم اشتريته يا زعبولة. زعبولة بص بيتدرب تحت النوب. اهو بص مع الواد ده، واد زعبولة تعالى كده. اهو زعبولة علي، خلينا ندخل. مع نفسك بقى. بص على الويل العالم الجديد هنا، الملكه دي بص بقى على اسمها ايه؟ دي يابانيه. ايه ده على الويل؟ اسم غريب، عشان طبعا احنا بصوا في الديكور الصيني بقى والياباني. الواد حركات الفرخه بصوا هنا طبعا. انت ما بصش تبايا حركه. بصوا بتحول للملكه اللي هي بيلا على الويل اللي هي كانت معانا. طيب هنرجع بقى اللي كانت في العالم الثاني. اوه المفروض ان ده اول وحش اضربه، ازاي كانت موته كده بسرعه؟ وبعد كده نخش في يا نهار زبادي، انا بقعد 3 ساعات. انت مش شنو يا حبيبي؟ ماشي ماشي حركة. بص على الويل بقى شكل القصب اللي مزروع. انا عايز ابص على العالم ده كويس. العالم ده في الصين على الويل او اليابان تقريبا. يبي اليابان. بص الساموراي بقى هنا كده. انت ما بقى مش كويس حاجه مش كويسه. والله بص على شكل القريه اسطوري بصراحه. عايز طبعا اتدرب برضو لحد ما نساعد الملكه ونوصل للبيت اللي هو بصوا الاخير، ونشوف مين اللي محتل البيت بتاعها المملكه الغريبه دي. بص فين قطه يا نهار زمان علي. طبعا ده الزعيم، الزعيم عصفوره او الزعيم غراب. وات بص عامل ازاي؟ انت ما بتش زي بتش لمونه. لمونه وده لمونه. طبعا بص اسمه ايه علي، مكتوب عليه جابانيز كابا. اوه ماي جاد. طيب علي انا واقف بص الحلقه لحد هنا. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، وانتوا كمان لو عايزين تلعبوا العالم ده دلوقتي هيظهر قدامكم اهو. ابو علي استنى انا جيت، انت فين؟ زعبوله دخل العالم، تعالى يا زعبوله. بص هو لسه ورا هناك. يلا علي بحبكم كده، نشوفكم بكره في حلقه ثانيه جديده. سلام.